مرحب مرحب يا هلال أهلا. صباحات رمضانية. مرحب مرحب يا هلال. صباحات رمضانية يأتيكم صباح كل سبت في الإعداد والتقديم بريم أحمد. صباحات رمضانية. مستمعي إذاعة الأمل وبرنامج صباحات رمضانية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة لعلها تنال رضاكم. في البدء تقبلوا تحايا الفريق العامل في الإشراف العام والمتابعة الأستاذ عبد القادر الحبيب. معكم من خلف الميكروفون إعدادا وتقديما ومونتاجا بريم أحمد. مرحبا بكم مجددا الأحباب الكرام، ونحن نعيش أواخر شهر رمضان المكرم. نسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وأن يشفي جميع المرضى المصابين بكورونا وغير ذلك من الأمراض في ظل الحجر المنزلي. ونتمنى من الله أن يجلي عنا هذه الابتلاءات وأن يبدلنا بحال أفضل من هذا. عزيزي المستمع، في ظل وجودك في المنزل احرص على تغيير أسلوب حياتك وتعامل مع نفسك والآخر للأفضل، وأن تستفيد من شهر رمضان في رفع تواصلك الروحاني مع العبادات وخاصة قراءة القرآن والإكثار منها مع اقتراب الشهر الكريم من النهايات. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وكذلك الحرص على التغرب من الوالدين وبرهما. في ظل تسارع وتيرة الحياة والضغط العملي والانشغال عنهما وعن مواصلة الأرحام، وكذلك لا ننسى الاهتمام بالوقت وعدم تضييعه فيما لا يفيدك في حياتك الدنيوية والأخروية. فاحرص على تنظيم وقتك وتغيير العادات والتقاليد النمطية في مجرى الحياة إلى عادات نافعة تصب في مسار تحديد أهدافك. فيا عزيزي المستمع، هذه فائدة عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يسمع النبي الكريم بكاء طفل رضيع في صلاة الفجر، كأنه ببكائه يخاطب أمه. والعادة أن أطول صلاة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة الفجر، فغرى أقصر صورة وسلم، فلما سألوه لما فعلت هذا يا رسول، قال سمعت بكاء طفل ينادي أمه ببكائه فأردت أن أرحمه. هذه رحمته، كان يرتجف من أعماقه إذا رأى دابة تحمل فوق طاقتها، فكيف الذي يحمل شعوبا فوق طاقتها؟ رأى أحد أصحابه يذبح شاة أمام أخته فغضب، قال حلا حجبتها عن أختها، أتريد أن تميتها مرتين؟ العربية من أقصاها إلى أقصاها. وقف أمام الناس خطيبا وقال أيها الناس، من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليتخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي ولا يخشحشحنا، فإنها ليست من شأني ولا من طبيعتي. كان مع أصحابه في سفر، أرادوا أن يعالجوا شاة، فغلى أحدهم علي ذبحها، وغال الثاني علي سلخها، وغال الثالث علي طبخها. والنبي غمة البشر، زعيم الأمة، قائد الأمة في أعلى مستوى، قال وعلي جمع الحطب، قالوا نكفيك ذلك، قال أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أغرانه. إلى هنا أكون قد وصلت لنهاية حلقة اليوم من برنامج صباحات رمضانية، أمل أن أكون قد وفقت فيها، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة أترككم في حفظ الله ورعايته. عدد المخلوق صلي يا ربي نرجان معلم.